وممكن انت ليه قلت لي انت ليه انا حسيتك ميال لتريزيجيه على مرموش؟ لان اخر ماتشات هو تريزيجيه اللي بيبدا تريزيجيه هو اللي بيهدف، تريزيجيه عامل مباراه، حتى المباراه اخر مباراه هو اللي جايب الجول. بس مرموش مكسر الدنيا مع انتراخت فرانكفورت في الدوري الالماني. ماشي، ما برضه تريزيجيه لما تيجي تبص هتلاقيه في الدوري التركي عمال يجيب جوال يعني هي دي الميزه ان انت بقى عندك في كل مكان اتنين. أيوة. فانت لو لعبت تريزيجيه مش هتخسر. هو ممكن الفيرود بس مصطفى محمد يعني مع احترام الكهرباء، كهرباء لعيب كويس وماشي كويس جدا مع النادي الاهلي، بس في الاخر مش هو كهرباء وكوكا بس كهرباء عشان بالظبط وكوكا بس كهرباء يعني مش هو الفيرود اللي هو مثلا محطه يستلم على سيدرو، مش مكانه اصلا يعني بالظبط يعني دي نقطه وكده يعني حتى من دي هي دي. فانت لما تيجي تبص لا مصطفى محطه بيطلع بيستلم بدماغه بيكمل، لو عمل كره عكسيه من اليمين او الشمال بيكمل بدماغه. انت شايف ان مصطفى محمد هو اللي لا يعوض